عليكم. وعليكم السلام. حط الحاجات دي هنا. شكرا يا ذوق. اي خدمه يا جميل. استنى استنى تعالى خد دول قشرهم وكلهم. ده كتير ده كده يا هاني. ايه يا عم مش كتير عليك؟ مفيش عروس اجنبي المره الجايه. اتكل على الله. هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تعالوا تعالوا كلكم شوفوا جبت لكم ايه. جبت لكل واحده فيكم هديه. خير خير يا سناء يا حبيبتي. انت حاسه نفسك انك هتودعي وتسعدي ولا ايه؟ بعد الشر عليكي يا حبيبتي. ان شاء الله العدوين. شو العدوين؟ الحقي يا رانيا الحقي الست دي بتشتم الماما بتاعتك. ماما بس حرام عليكم. يوم يعدي علينا من غير مشاكل بقى طول النهار. شات اب يوستو. مجيده رغم ان انت ما تستاهليش بس برضو فكرت فيكي. اتفضلي مع اشواقي وقبولاتي. السبغه اللي كنت بدور عليها الشقه. سبغه ايه اللي جايبها لي يا مامي؟ انا لسه شعري طبيعي. لسه بدري على الصبغه. عندك حق لسه بدري عن الصبغه وكنت قلبه البلد عليها. رانيا اشواقي وقبولاتي. ايه ده؟ كتاب الوساوس القهريه الجزء الثاني. الله ده حلو جدا. فلاشه 4 جيجا يا نجلاء. جابت لك هديه. ماما انت ست الكل واهم واحده في البيت ده كله. شوفي بقى يا ماما جبت لك ايه. وريني يا حبيبتي. اتفضلي يا ماما. يا حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي. ده البلطو اللي انا عايزاه. لكن ليه ده كله؟ بصراحه يا ماما كده يعني كنت نازله اتسوق مش كالعاده يعني على غير عادتي. كنت نازله شويه شويه بنس افتكرتكم جبت لكم كلكم هدايا عشان في مناسبه جميله جدا. انا طالعه اعاره يا ماما. يا شيخة احنا 5 سنوات في حياتي بجد. خلاص يا ماما باي باي كمبورة هسافر. فقلت اخذي عينيكم لطفلة الحجر واجيب لكل واحدة فيكم هدية عشان ما تضربونيش عين وانا طالعة في المطار اتعكش لا اشوف مصر ولا برا مصر. سناء حبيبتي هو انت هتسافري بجد ولا بتتلاعبي بمشاعرنا الجريحة؟ لا يا حبيبتي مش بتلاعب. الجواب جه ودوري خلاص جه والسفر كمان اسبوع وهغور من وشكم. بس اللي انا مستعجباله ان انا حاسة انكم هتوحشوني. إعارة ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ انت اتجننتي؟ عايزه تسافري لوحدك؟ ما عندناش بنات يسافروا خالص. يا طنط يا طنط حرام عليك يا طنط. ده العالم كله اصبح قريه صغيره. ثم ان حياتك خايفه على ايه؟ سناء محتاجه تروح وتسافر عشان تكون نفسها زي ما انا محتاجه اكون واتنفس. وبعدين يا طنط خايفه عليها ازاي؟ دي شخصيه منفرده رايحه تطلع عين الناس. اساسا دي شخصيه اساسا خنيقه. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. من فضلك ما تتدخليش بيني وبين بنتي. احنا طبعنا غير طباعكم. احنا مش فاتحينها على البحري. ما عندناش بنات يسافروا لوحدهم فاهمه. تبقى الشوم اللوم. يا ستي اسكتي يا ستي بكلم مامتي اديني فرصه. يا ماما ما تعيشيش في دور المراه الصعيديه. انت لسه خايفه عليا وانا عيله صغيره؟ وبعدين خايفه عليا من ايه يا حسره؟ ما انا قاعده ملقحه جنبك اهو بقالي 100 سنه يا ماما. دي فرصه العمر. وبعدين كلامك فات اوانه. انا مضيت ومسافره كمان اسبوع وجايه تضحكي عليا بالبلطو ده. خدي حاجتك مش عايزاها. ولعلمك لما يجي اخوكي انا ليا كلام معاه. اوعي اوعي. حبيبتي حبيبتي يا سناء هتسافري بجد يا حبيبتي؟ ايوه احمدك يا رب. انا حاسه ان هلال رمضان جه. طب ما تلحقي يا اختي تقومي تتسحري بقى. ايه يا ماما خير؟ خليتيني اسيب الشغل واجي على مدى وشي. خير؟ وشك هيبقى في الارض قريب. ليه في حاجه ضاعت منك في الارض عايزاني ادور عليها ولا ايه؟ اختك الفلتانه عايزه تسافر في اعاره. اعاره؟ طب والله كويس قوي. اهم حاجه بقى ماضيه عقد وخدت عربون واحسن يضحكوا عليها. اخس عليك ده انا ما عرفتش اربي. ايه قالت لك انها مش هتبعت لك فلوس من الاعاره؟ اخسين عليك انت واختك اللي ما عرفتش اربيهم. ازاي تسمح لنفسك ان اختك تسافر لوحدها؟ طب ما تسافر يا ماما عادي جدا. ما هي سناء قبل كده سافرت لوحدها اسكندريه وسافرت القناطر ومره زمان خالص سافرت الفيوم عادي. بس دي في بلد غريبه هتبقى لوحدها. الناس هتقول علينا ايه؟ يا ماما الناس اولا ما يعرفوناش خالص هناك في البلد الغريبه اللي هي هتسافرها دي. ثانيا يا ماما سناء ما تلاقيش عليها لانها عامله زي الجنيه الورق ملوش اي قيمه هناك. هناك في عملات تانيه مين هيبص لها يا ماما؟ لا يا اخويا احنا لا خواجات ولا بنرمي بناتنا. مش زي عيلة مراتك. الله 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 وليه الغلط ده؟ طب يا ماما طيب. يا سلام غيران عليهم قوي كده ومش غيران على اختك يا بارد. يا ماما يعني عايزاني اعمل ايه؟ طب يا ماما عايزاك تثبت لي انك انت راجل وجامد وبتعرف تاخد موقف وما تسيبش اختك تسافر لوحدها. يا كده يا هسيب لك البيت وامشي. هتسيب البيت تمشي تروحي فين يعني يا ماما؟ مالكش دعوه وانا ما اعرفش انا هروح فين. يا رب يا رب نفسي اشوف راجل يحافظ على عرضه.
لا جوز ولا ابن. لا 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 لا، الابن ده اتفرج عليه. انا بقى هفرجك دلوقتي يا ماما على سناء وهعمل فيها ايه. بس اوعي بقى يا ماما قلبك يحن، يعني لما تلاقي شعرها طالع في ايدي كده ما تبعتنيش بقى الاجزخانه اجيب لها كريمات والكلام ده. مستعديه تشوفي انا هعمل فيها ايه؟ اتفضل اتفضلي اتفضل اتفضلي. وريني بقى هتعمل ايه سناء. اوكي او هي تحرجنا قدام حد يعني؟ لا لا عادي، اللي بيحصل ده عادي وطبيعي. انا كنت متوقعه حاجه زي دي. لا حضرتك ذنبك انت، مفيش اي لوم على حضرتك، ده بختي انا. معلش معلش. يلا 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 في 60 دهي. عايز ايه؟ بالنسبه لموضوع الاعاره، خلاص فقرتوا فيها، خدت رجلي. الله، الف مبروك يا حبيبتي يا سناء، خدتي احسن رجل ذهبيه لاحسن مدرسه. لا مفيش اعاره. شفتي من قبل ما اكلمها. ليه يا سناء؟ ليه اتلغت ليه؟ هو انت على قائمه الممنوعين من السفر؟ لا، على قائمه الممنوعين من الفرح. حظي بختي الاسود اتطلقت وقلت عادي يا بت عيشي في الحياه صون فصون. ايه صون فصون دي؟ اللي هيكلمني في اللحظه دي هديله بالجزمه. بصي، طالما ما بتعمليش حاجه غلط شغلي الجزمه زي ما انت عايزه. لكن واضح خلاص ان انا بقيت عره، بقيت على قائمه المنبوذين. حظي، مش بقول لك بختي، قال ايه لغول الاعاره. عارفه ليه؟ عشان معيش محرم. بتهرجي يا بنتي، طب ما تروحي تشتريه من هناك، ده حتى هناك هيبقى ارخص من هنا بكتير. انت بتكلمي في ايه يا رانيا؟ وايه اللي ارخص؟ الله، هو مش المحرم ده اللي هو شبه الكشميو؟ كشميو ايه يا ماما؟ هي طالعه يعني تعمل اعاره في شاطئ النخيل. المحرم ده اللي هو زي اخ او اب او ابن كده يعني. يا سلام، بلد محترمة بصحيح. أنا لو كنت أعرف الحكاية كده كنت وافقت على طول على سفرها. حد عايز مني حاجة؟ أنا داخلة أوضتي، عندي كراسات عايز أصلحها، مفيش ولا واحد من عيال دي هينجح السنة دي. أيوة، مش هم عايزيني أعدلهم في البلد؟ أنا أعدلهم في البلد بقى، هعطل لهم مسيرة التعليم. رانيا تعالي معايا. يا رب يعدلها لك يا بنتي وتغوري من وشي. وبعدين يا عادل هنعمل ايه مع سناء؟ تقلقيش، مصر ياما بتستحمل، والعيال اتعودوا خلاص يعني. يعني مناهج بتتغير، مواد كتيره بتزيد، العيشه بتغلى، رمزي بيتوغل، عادي بقى هنعمل ايه؟ قولك يا عادل، على فكرة احنا بنتكلم عن الخاص مش عن العام، فانت كده خرجت عن السياق. خلاص، مادام خرجتك عن السياق مالكيش خروج بقى الاسبوع ده تاني. خلاص، بص يا بيبي، اساسا سناء كانت متورمة، بعد اللي حصل ده هتنتفخ وتنفجر وتفش فينا كلنا. لا بصي، انا نفسي انها ما تفشش ولا حاجة، وبعدين اكتر واحد في الدنيا نفسه ان سناء تسافر تهاجر يتقبض عليها مثلا انا. بس عامل لها ايه؟ اجيب لها محرم من الدولاب يعني؟ هتلاقي محرم من اي حته. اتصرف يا حبيبي، حرام عليك تخلي سناء تفضل قاعده على قلبنا كده. محرم 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 محرم. انا عندي محرم، بس على الله سناء بقى هي اللي توافق. عايز ايه؟ ايه ده؟ شفتيني ازاي؟ سبحان الله، بتشوفي بقى فاكي؟ يا ابني انا بقى وشي في السبوره كده وبقى فايا شايفه الواد اللي بيكسر مسطره صاحبه. يا عيني على العيال اللي انت بتدرسي لهم دول. عموما يعني انا جاي صراحه يا سناء اساعدك في موضوع الاعاره ده. ايه؟ هتطلع معايا؟ والله انا كان نفسي طبعا يا سناء اطلع معاكي، انت اختي حبيبتي يعني، واكيد نفسي اساعدك وكل حاجه، بس انت عارفه يعني انا مش هينفع. لكن في واحد بقى احسن مني بكتير، ده واحد يتمنى يعني يتمنى الرضا ترضي، ما ترضيش براحتك. انا في موقف ضعف يا عادل، انا في موقف ذل يا عادل، عارة ومحتاجه محرم، هتنك على ايه؟ يعني برضو يا سناء اعرفي هو مين الاول، وبعدين وافقي او ارفضي. اي كلب من الكلاب اللي تعرفهم. انا موافقه عليه يا عادل، بقول لك في موقف ضعف، موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم. تحبي اخلي رمزي يقابلك في الكافيتيريا مثلا ولا حاجه؟ ليه؟ عشان عايز يقابلك يعني. ليه يعني؟ هيجيب العريس معاه؟ لا يا عيني يا عيني، ما وصلتلكيش. لا يعني هو رمزي هو العريس يعني. ايه؟ بصي بصي، انت قلتي اي كلب، ده بقى مش كلب، ده عمهم.
لا، ابن عمهم يا عادل. بصي، اي حركه خيانه انا لسه حافظ الحركات بتاعت الكاتا. ها، ممكن اضربك زي ما كنت بضربك واحنا صغارين. رمزي يا عادل، لعلمك هو غبي، يعني ما بيفهمش، لكن طيب قوي لعلمك يعني. وبعدين ده هيبقى كانه اداه من ادوات الشغل، كانك واخده معاكي المسطره، واخده معاكي الاستيكه، اعتبريه استيكه. بجد هترجعي من شغلك هتلاقيه طابخ وماسح وكانس وعامل كل حاجه، وبعدين لو كسر حاجه ما تجيبيش غيرها لانه هيكسرها برضو يعني. وكده بقى تبقى ضربت عصفورين بحجر صراحه، يعني، ويبقى خلصنا منه ومنه يعني. ومصلحه كبيره وفايده كبيره لحضرتك. هي فايده كبيره بس، بجد انت برضو اختي يا سناء، عايزه اساعدك. عايز تساعدني؟ وسي رمزي ده بقى عارف ان انا اللي هشتغل وهو اللي هيقعد في البيت؟ يا سناء يا حبيبتي، بقول لك رمزي ده مش عارف اي حاجه، ده بالكتير عارف ان اسمه رمزي يعني. انت ده عجينه معاكي تشكليها زي ما انت عايزه، عارفه لو انتوا في الغربه كده وفهمتيه ان انت في مصر هيصدق عادي. عادي، انا في موقف ضعف، في موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم، انا موافقه. بس مش معقوله هتروح تقول له روح اتجوز اختي كده من باب الطاقه، فين كرامتي فين؟ حبيبتي انا اكتر واحد يقدر يحافظ على كرامتك، وحافظ على كرامتك مع واحد زي رمزي ده، انا هفهمه على كل حاجه، ما تقلقيش انت خالص. ما دام وافقتي رمزي ده سيبوهولي، هخليه يحفى عشان يجي يقرب لك بس ويطلب ايدك، اتفقنا؟ مبروك 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 عليك، سيبك من رمزي، مبروك عليك يا سناء. من ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ أنا؟ إيه ده دولة؟ أنا آسف يا دولة، والله أنت مش قلت إنك مش راجع يا دولة؟ أنا آسف. أنت بتلعب بالشغل ولا إيه؟ أنا آسف يا دولة. ياد، أنت خايف مني ولا إيه؟ أنا هضربك. معقولة يا رمزي؟ ده أنت ابن عمي. يالا، معقولة؟ عارف أنت لو عندك الموهبة في البتاع اللي أنت بتعزف عليها وأكيد مش عارف اسمها، ده أنا ساعدك. يالا، ربنا يخليك يا رب يا دولة يا رب. طب إيه رأيك بقى؟ أنت عشان ابن عم وأنا بحبك، محضر لك مفاجأة غريبة. لا بجد يا دولة. أمال إيه؟ إيه يا سيدي اللي نفسك فيه ولأنك أنت حقير وما تسواش نكلة عمرك ما كنت هتقدر توصل له؟ ياه يا دولة، جيت لي على الجرح أنت يا دولة. ها إيه؟ نفسي أخد لفة بالعجلة النصر بتاعت عم عبدو اللبان، بس هو مش موافق. العجلة النصر بتاعت عم عبدو اللبان؟ ده أنت لفيت بيا يالا، يخرب بيتك. لا يا رمزي، لا يعني أنا عايزك تعلي مستوى طموحك، خلي طموحك أعلى من كده بكتير. نفسك في إيه يالا؟ لا ما مش معقولة بقى. لا معقول يعني؟ أقول لك؟ ياد قول ياد. أيوة دولة، بس دي صعبة مستحيل يا عم. دي اخلص. نفسي أخد لفتين بالعجلة النصر بتاعت عم عبدو اللبان. ضايقني ضايقني أكتر، ضايقني عشان ياد مش قصدي كده. يالا لا يالا لا لا يالا عبيط، العجلة دي حاجة بسيطة، ده أنا ممكن أشتري لك عجلة يالا. لا يا دولة، بس عجلة عم عبدو دي إيه؟ ده مركب لها الجرس بتاعها فيه نغمات وعامل منجد الكرسي وكاسيت بإنكولايزر. سيبك من العجلة ومن عم عبدو اللبان خالص. تعالى يا رمز، تعالى. أنا قعدتك بس عشان المفاجأة ما تدوخكش يعني. هتضل لك مفاجأة فظيعة يالا. ربنا يخليك. مين يا سيدي اللي بتشوفها عندي في البيت وتبقى عينيك هتطلع عليها ونفسك إنك أنت تتجوزها وما أنتش طايل خالص؟ مريم فارس. مريم فارس بتشوفها عندي في البيت يعني؟ ايوه يا دولة، في التلفزيون بتاعك اللي في البيت يا دولة، ما بتجيش في تلفزيون القهوة خالص. ياد مريم فارس سهل جدا، انت تروح تتقدم لها وتقول لابوها يا عم فارس لو سمحت انا طالب مريم بنتك عادي. لا واحدة ما كنتش فكر توصل لها عندي في البيت، من يعني مش امي ومش مراتي ومش بنتي ومش حماتي ومش اخت مراتي، يبقى مين؟ بص بقى دولة ما تلخبطنيش بقى، هي ما فيش الا واحدة بس، هي سناء دولة، انا بحبها قوي دولة، وتقدمت لها قبل كده 15 مرة يا عم، وانت رفضتني يا دولة، يعني انت رفضتني وسناء رفضتني والحاجة رفضت، ده حتى بنتك ياسمين رفضتني يا عم. ايوه يا رمزي، يعني ما انت صراحة يعني ما فاكش حاجة، ما تترفضش، كل اللي فيك بيترفض. بس بص بقى يا رمزي، اسمع نصيحتي، انت لازم تغير نفسك يا رمزي. ايه ابقى فتحي؟ اهي غباوتك دي يا فتحي اول حاجه لازم تغيرها. تاني حاجه بقى يا رمزي، ها، لازم يبقى عندك حاجه بتشد البنات ليك. ايوه دي انا عرفتها دولة، دي انا عرفتها، مغناطيس. ما تفكرش خالص يا رمزي، ما تفكرش، سيبنا انا اتكلم وانت اتعلم مني ونفذ على طول. حاجه تشد البنات ليك يعني لازم يبقى لك موقف بطولي.
بطولك انت يا دولا؟ يعني ما ينفعش مثلا يبقى بطولة انا؟ انت فكرت ليه؟ انا اسف يا دولا. مش انا قلت لك ما تفكرش؟ انا اسف. قلت لك ما تفكرش ولا لا؟ قلت يا دولا. لا موقف بطولي يعني تبقى بطل يلا، يعني يبقى لك بطولات، يعني مثلا تنتصر على حد، تغلب حد، تهزم حد، تسبق حد، كده تبقى بطل. ايوه ايوه يا دولا انا عارف دي، انا دولا عارف. دولا انت سمعت ان النهارده في سلعوه ظهرت عندنا في الشارع اللي هو في البازار ده؟ سمعت؟ اه سمعت الحكايه دي. اسكت يا دولا بقى، السلعوه دي قعدت تجري ورا العيال كلها والعيال مرعوبين منها وهي تجري وراهم وهم يجروا. حلو، انت بقى عملت ايه؟ سبقت العيال كلها يا دولا. بطولة قد كده؟ مش بطولة، ده البطولة كده للسلعوة هي اللي جريت وراكو. لكن لو انت بقى اللي جريت ورا السلعوة ورحت ضربها وموتتها وخلصت الشارع كله من شرها، ساعتها تبقى انت بطل يلا. ماشي يا دولا، يعني انا افهم من كده هون يا دولا ان انا لو رحت موتت السلعوة دلوقتي اهو السناء هترضى تتجوزني؟ طبعا يا ابني هتبقى بطل، يبقى فيك حاجة عوضت هبلك يا ابني. بس في ايدي بقى دي يا دولا، انا خارج دلوقتي ومش راجع الا لما موت السلعوة دي، يا انا يا هي. يا رب هي، يا رب نخلص منها. الو يا سناء. ايوه جزمه ايه؟ رمزي. لا رمزي طبعا ما هيجيلك يا ماما، انت يعني قلقانه من ايه؟ ما تقلقيش، هي بس المشكله ان انا ايه مش عايزه يتجوزك بسهوله، يعني عايز يبقى له مثلا موقف او اي حاجه نقول ان احنا قبلناها عشانها، يعني عشان كده عامل له اختبار، اول ما ينجح فيه هجيبه واجيلك على طول. طب يا سناء اظهر نتيجة الاختبار. ظهرت. سلام سلام. ايوه يا بطل، الله اكبر. لو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ ايه عملت ايه؟ موتت السلحوة يا بطل؟ لا يا دولا. امال ايه الدم ده يا ابني؟ دولا انت شايف الحتة اللي قدام باب البازار اللي هناك دي؟ اه شايف. انا ما شفتهاش. يا جماعه يلا بقى خلصونا بسرعه، عايزين نخلص بقى. كان ايه يا عادل انت بتستعجلنا ليه؟ حرام عليك، دي مناسبه ما بتتكررش غير كل قرن مره، خلينا نفرح يا اخي. اه يا بنتي لايامك السودا يا حبيبتي، بقى انا بنتي تترمي الرميه دي؟ يا عيني على ايامك اللي جايه يا بنتي. يا ماما يا ماما كفايه بقى يا ماما، حرام عليكي ما تكرهنيش فيه زياده ما انا كارهه كده. احنا مش كنا نسال عليه الاول يا ابني؟ يا ماما نسال عليه ليه؟ نجيب لنفسنا الشتيمه ليه؟ ما احنا عارفين الاجابه اللي هتجيلنا، وبعدين ده جواز مصلحه يا ماما، عايزين نخلص من اي واحده في البيت ونفضل البيت شويه. هتزفوني دلوقتي ولا كمان ربعايا؟ ايه اللي انت لابسه ده يا سناء؟ ايه اعلى من مستوى العريس؟ لا يا حبيبتي، انما لبس اللي حضرتك لابساه ده لبس شهر العسل. شهر العسل ايه؟ هي ربع ساعه وبعد كده بالجزمه. يا ماما يا ماما كفايه دموع الفرح اللي عندك دي بقى يا ماما. ده دموع القهر يا اخويا. ايه ده غريبه، سبحان الله شبه دموع الفرح بالظبط، نفس الميه. الو. لا سناء مش فاضيه. لا اصلها بتتجوز الحمد لله. لا لا ممكن حضرتك تكلمها بعد ربع ساعه بعد ما تخلص جواز. ايه ده المديريه؟ طب لحظه واحده. الو استاذ حلموس. انا اسفه يا فندم اني قلت لحضرتك غور في داهيه، كانت الفرحه واخداني واخداني واخداني، انا اسفه. ايه هي ما كانتش اتلغت ودلوقتي اتلغت؟ طبعا طبيعي. لا 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 حضرتك مالكش اي ذنب. بقول لحضرتك ايه، غور في 60 داهية، يبقى المجموع عندك 61 داهية. ماما الاعلى اتلغي، وحتى لو طلعت مش هطلع قبل سنتين. لا حرام عليكم. طب وبعدين ايه الحل؟ مفيش حل. يعني ايه مفيش رمزي؟ مفيش رمزي، مفيش رمزي. Yeah.
نعم دولة. انت ايه اللي جايبه ده يالا؟ ايه اللي جايبه ده؟ جايب لي علبة كبريت يا؟ لا يا دولة دي هدية الجواز يا عم. يلا بقى يا بنت نقنق بقى علشان احنا جايب لك حتة دين كاميرا 6x7 كده وهنتصور صورتين عند الترابيزة الخشب دي يعني وصورتين بقى عند النافورة اللي هي قدام جامعة القاهرة. احنا مش أقل من حد يا بنت، احنا انت متجوزة رمزي رمزي. ايه اللي بنتي يا نقنق ده؟ بنتي رندة دي بتلعب معاك؟ هو انت ناوي تتجوزني بالكاميرا ومهر شوية الصور اللي هتصورها لي دي؟ لا يا انت فكرك راح لبعيد خالص. لا يا حبيبتي بصي انا كنت جايب لك هدية يعني مكان الشبكة عشان انا مقشفر انت عارف. خدي ده حجاب كانت امي عاملاهولي عشان ما تحسدش وفعلا حماني من حاجات كتير قوي قوي على فكرة. خدي اهو خدي بقى علشان ايامنا اللي ماضية ان شاء الله. ده حجاب ولا درع يا رمزي؟ خد حجابك وزق عجلك يلا. مفيش جواز يا رمزي يلا. لا لا يا قصدها مفيش جواز الا مني. سن ولا يا سناء بالراحه على الواد بالراحه على الواد عشان ده ممكن يروح يدمر لي التماثيل اللي موجوده في البازار كلها. سيبينا نتصرف معاه. قولي له اي حاجه عايز ايه. ايه يا دولة انتوا اللي عايزين ايه؟ انتوا عايزين تتجوزوني؟ ماشي انا موافق. مش عايزين تتجوزوني انا برضو موافق بس بسرعه علشان انا حاجز ترابيزه البنج انا والعيال دي دلوقتي اهو بسرعه. قرروا هيزفني على ترابيزه البنج يا عادل. والله ابن حلال كان عايز يبنجك عشان يعني ما تحسيش باي الم وبعدين بيقول لك عايزين تتجوزوني احنا الاثنين. بصي هتصرف انا مع انا هتصرف معاك بس يا سناء ده التعامل معاه بيبقى بهدوء. رمزي اطلع بره. يعني مفيش جواز؟ اه طيب دول ما تقول كده. يلا يا جماعه يلا نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم وهنخرج الليله. وادي رمزي خطابنا يا الليله. ويلا يلا ايه عندك يلا ايه. لو النبي انا عايز شاي بلبن بس هو غالي شويه معلش. يا ده رمز عيب يا احنا عاملين النهارده بقى حلو الحمد لله. طول عمرك نازيه يا معلم عادل تعيش وتصرف. تعيش وتشرب. السلام عليكم. اهلا اهلا ازيك يا معلم خروف؟ ايه يا راجل ما شفتكش من العيد الكبير اللي فات. تلاقيه كان هربان يا دولة. ايه بقى لسه نكحه. تشرب يا خروف. حواوشي. انت ما اكلتش في بيتك ولا ايه يا خروف؟ بيت ايه؟ هو فين البيت ده؟ قال عد غنايمك يا خروف. قال واحده قايمه وواحده نايمه. شو على اساس خروف غنايمه اللي هم بقى انت عندك بنتين ولا ايه؟ مصاريفهم قطمه وسطي. شوف الراجل. بقول لك ايه يا معلم عادل عايزك في كلمتين هنا في الركن كده معاك. لا عناية قوي خروف قوي معلش بس لا قوي قوي يا سلام عناية دي ربنا يخليك. ماشي يلا. طب بقول لك يا خروف انا كنت عايزك بقى في حاجه مهمه. بعدين غلبان قوي خروف ده يا اخي. غلبان ده انت اللي غلبان. اللي زي خروف ده يوزننا كلنا فلوس. ها امال بيتسنجح ليه يعني؟ اللي زي دول يا معلمي هم اللي بيعملوهم مش عبط زينا مضيعين قرشهم على السهره والفسحه الحلوه والاكله الحلوه. ده لسه طالع بعمرتين الواحده منهم تسوى 1.5 مليون. ايه 1.5 مليون؟ جابوهم منين؟ مني ومنك ومن ده ومن ده. ده القرش بيدخل عنده يقفش فيه ما يطلعش بالسائل كانما عيل من عياله. يعني الواحد لو كان حوش من الاول قرش على قرش وجمعيه على جمعيه كان وضعه اختلف دلوقتي. اللي زينا اذ ربما يعيشوا عيش المليونيرات لكن بيموتوا فقراء بحسرتهم ولا غلط؟ عيش المليونيرات ايه يا عم انت فاكر نفسك مدحت صالح؟ ايوه جاي الحساب يا رجاله. بدوي بالنسبه للحساب بص ده الحساب بتاع الكوبايه بتاعتي. من غدر الصحاب. هم الصحاب دول اللي جابوني ورا. انا من النهارده مفيش صحاب مفيش عزايم مفيش واحد اقطع له مثلا ايه في ميكروباص ولا في اتوبيس ولا حاجه. وحتى الشاي انا بعد كده هدفع لنفسي الشاي وكل واحد يحاسب لنفسه. الحمد لله يا دوله انا طالب شاي بلبن. ادفعه انت بقى يا معلم لان انت بتقبض دلوقتي. ادفع لك ليه انا من النهارده خلاص مش هدفع لحد وبكده يبقى بريزه على بريزه تبقى الحياة لذيذة. يا جماعة أنا جامعكم النهاردة عشان نعيد تنظيم وجدولة مصروفاتنا سواء الداخلية والخارجية وهنتبع في المشروع ده سياسة الجمل. لا 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 اللحمة الجملي دي ما تنفعش. لا يا ماما احنا مش هنتبع سياسة الجمل كلحمة هنتبع سياسة الجمل يعني كطباع.
أبي عادل يا ريت توضح، إحنا مش فاهمين أي حاجة. يعني مثلا الجمل من صفاته الصبر، الجلد، الاحتمال. يعني الجمل ده أنا أعرف مثلا إنه بيقعد ماشي في الصحراء بالأسبوع على حتة لقمة قد كده وشوية سلطة خضر. طب بيدوا عصير مع الوجبة دي يا عادل؟ يا ما أحبش دعابة، بلاش دعابة، عايزين نختصر الدعابة. طب ممكن يا عادل يعني نبقى زي العصفورات؟ العصافير؟ والله العصافير ممكن بتاكل رز وبتاكل عيش ناشف مع شويه ميه. الموضوع ده كويس قوي، انا ممكن افكر فيه. بيبي العصافير وحياتها بتتميز بالتآلف والتوافق مع بعض، واحنا ابعد ما نكون عن ذلك يا حبيبي. احنا بناكل ما صنعه الجزاء. بصوا بالنسبه للفتي بقى، فممنوع فتي، مش اي حد يفتي في اي وقت وفي اي حاجه كده. يا اختي طبعا الرجاله كل واحد ما يحبوش الستات الا لما تكون كلب خشب، لا تاكل ولا تشرب ولا تتكلم. لا يا ماما انا ما قلتش كده، انا بقول ممكن تاكلوا وتشربوا وتتكلموا بس كل حاجه تبقى في حدود. بالنسبه للهواء العادي يا عادل، الهواء اللي حوالينا ده ناخد بالنا عشان فاتوره الكهرباء بتاعه الهواء ما تبقاش عاليه، ولا ناخد انفاس براحتنا؟ بصي بصي يا سناء، انت بالذات خدي انفاس براحتك وانا ان شاء الله هبلغ عليك. كابوس كابوس كابوس، يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. في ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ يا حلمت حته حلم خير، اللهم اجعله خير، يعني ان ماما خرجت من الحمام وسابت النور مهلع. يا ساتر. ايه ده؟ الحلم فسر نفسه، صوت التلفزيون. فاتحين التليفون الساعة كام؟ والنور ده، النور ده، النور ده، وإيه؟ القرعة والماء. أنا مش عايش هنا. لازم نازك هي اللي وضبت كل ده. حرام عليكم حرام عليكم، ده افترى. ده انت الوحيد في العيله المتصل بالوقت. ايه الانوار دي كلها والتلفزيون فاتحينه الساعه 9؟ الساعه 9 فاتحين التلفزيون؟ ازاي؟ ايه يا عادل في ايه؟ في ايه يا ماما؟ احنا متفقين ان الفرجه على التلفزيون من الساعه 6 للساعه 6 وربع بس. الله، بس الحلقه الاجنبيه بتيجي الساعه 10. بصوا انا عملت قانون والقانون لازم كلكم تمشوا عليه. جرى ايه يا عادل؟ انت انا شويه هتقولي اشربوا اللبن وخسوا رجليكم وخشوا رموا بدري. ايه اللي بيزعل في القانون؟ انا مش فاهم، مش احنا اتفقنا على نظام نمشي على النظام؟ يا اخوانا حرام عليكم، انتوا كده بتقطعوا من لحمي. بص انا مش عايز اقعد كل شويه ابص في الساعه البطاريه تخلص. ايه مش عايز نتفرج على التلفزيون؟ يا ماما اتفرجوا على التلفزيون بحدود، وبعدين الافلام اللي كل شويه بتتفرجوا على الفيلم نفسه كذا مره كذا مره. لا انتوا تعملوا جدول تكتبوا فيه اسامي الافلام كده اهو، والفيلم اللي انتوا تتفرجوا عليه اعملوا عليه علامه حمراء عشان ما تشوفوش تاني. يعني انا مثلا لما بتفرج على الماتش ما بتفرجش عليه الماتش وهو بيتذاع، لا انا بتفرج عليه عشان ما اشوفش الاعلانات فضيع وقت واستهلك كهربا. لا بسجله وبعدين اشوفه من غير اعلانات، وانتوا لازم تشوفوا المسلسلات دي من غير الاعلانات. ها؟ لا يا عادل يقول الاعلانات بتبقى مسليه جدا. مسليه؟ اه ده انت ناقص كمان تشتري بقى المنتجات اللي بتتعرض في الاعلانات. ايه اللي مسليه يا مو مسليه؟ مفيش اعلانات. يعني ايه مفيش اعلانات؟ ايوه ماما مفيش اعلانات. يعني مثلا وانتوا بتتفرجوا على المسلسل جات الاعلانات اطفوا المسلسل وفروا كهربا، خلصت الاعلانات افتحوا بسرعه. يا سلام، واحنا نعرف منين ان الاعلان خلص؟ بالاحساس يا ماما، ما انتوا بقالكم 20 سنه بتتفرجوا على مسلسلات، من ايام مسلسل هند والدكتور نعمان بتاع الاستاذ كمال الشناوي، ما حسيتوش ابدا بالاحساس، تعرفوا امتى الاعلانات بتيجي وامتى بتخلص. ايوه بس في مشاهدات مهمه جدا مش عايزينها تفوتنا. بقول لك ما فيش مشاهد مهمه في اي مسلسل، المسلسلات كلها شبه بعض، والممثلين اللي بيمثلوا هنا بيمثلوا هنا، واللي بيقولوه هنا بيقولوه هنا، لازم النقيب يتصرف لازم. السلام عليكم، ازيك يا دولا؟ ياض اللفه اللي معاك دي ياض. دول يا دولا سندوتشين طعميه بتقود بيهم. سندوتشين؟ تجننت ياض يا رمزي جايب سندوتشين؟ انت يا ابني مش عدد واحد رمزي؟ اه صح. طيب يبقى تجيب عدد واحد سندوتش. ايوه يا دولا، بس انا بحب الطعميه قوي يا عم. بقى ما دام بتحب الطعميه ما تجيبش منها يالا، لانك لو جبت منها وتاكل منها هتحوز تاكل منها تاني. هات حاجه ما بتحبهاش. ايوه يا دولا، بس انا كده هو لو جبت حاجه انا ما بحبهاش اقوم جايبها ورميها تاني يا دولا. حلو، اما ترميها بقى اولاني تاني مره مش هتجيبها خالص، يبقى وفرنا تمن الاكل. مش كل شويه تيجي تقول لي عايز فلوس عشان الاكل، عايز فلوس عشان الاكل. لا يا عم بقى، ده انا كده هو اموت من الجوع يا دولا كده اهو.
يا سلام لو مت بقى كمان يا رمزي، توفر خالص بقى، مش اكل بس، اكل وشرب ولبس. وفر يا رمزي، وفر وفر يا ابني وفر. يا رمزي وفر يا رب. الهي ينور بيتك، ده حريقه يلي ما بتعطف على الغلبان المسكين. كرامه لله، كريم يا رب. الهي توقف في طابور العيش يوم بحاله، ما تاخد رغيف واحد وتيجي تشيلك الاسعاف. ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين، كرامه لله، كريم يا رب. الهي ابنك يتكهرب في بوكس كهربا طالعه السلوك منه قد كده اهوت. ياللي ما تعطف على الغلبان المسكين، كرامه لله، كريم يا رب. منور منور يا عم زباله. ازيك يا عم زباله؟ اتفضل يا عم زباله. شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك وينور لك اللي في بالك يا رب، والاقي البازار ده بتاعك في يوم من الايام. يا هتدعي وتقول يا رب عايز البازار يبقى بتاعك، يعني من مجرد دعوه من شحات؟ يا وادي رمزي، مش تقول لي ان الاستاذ عادل هنا؟ يا استاذ عادل ربنا يبارك لك ان شاء الله باذن الله، ويبقى عندك 11 بازار. قادر يا كريم، بس يبقى خد بالك بقى يا حلو من الضرايب. يا رب يا رب يا دوله، ده راجل غلبان يا دوله. ادي له حاجه. دوله ادي له حاجه ايه؟ ادي له حاجه ايه؟ لا مش هدي له حاجه، ما فيش حاجه. شكرا يا عم زباله، شكرا، ربنا يكرمك. يلا اتكل على الله. يا ابني حرام عليك، ده انا عندي عمليه بكره الصبح، حتى جواب المستشفى اهو اهو اهو. ده ايه المستشفى الزباله اللي بتدي جوابات كده؟ دي عمليه ايه دي يا عم زباله؟ قص ضوافر، بادي كير يعني. قص ضوافر دي مش محتاجه عمليه، دي محتاجه قصافه. دوله طب ما نديله المقص بتاعنا اللي هنا اهو. مقص ايه؟ مقص ب 2 جنيه؟ هي اي مصاريف وخلاص ولا ايه؟ يلا يا عم زباله، يلا اتكل على الله، اتكل على الله. يعني ايه يا استاذ عادل؟ لا مؤاخذه، انت هتظبطني ولا هتفوترني؟ بص انت هتعمل لي فيها بتاع ضرايب، هات الجنيه للواد اداهولك واتكل على الله. يلا اتكل على الله. بموت بموت يا ناس. موت موت موت، ما تقلقش، موت براحتك، وهنبقى ندفنك في اي باسكت بره. يلا دوله، ايه صوت القلب ده يا دوله؟ معلش يا عم، معلش يا عم، معلش. ايه ده؟ ثانيه واحده، دي ماما. مامي حبيبتي، انا جبت لك اللابتوب وجايبولك على النادي حالي. ادي يا سيدي الشحات اللي صعبان عليه، معاه موبايل. يا خبر ابيض. طب وانا بقى يا دوله، مش هتجيب لي موبايل؟ جيب لك موبايل؟ اه طبعا، اول ما تموت يا رمز. لا يا رمزي، وانت بتغسل وشك بميه ساقعه تطلع سخنه وتغسخ امين يا رب. يا بتهرجي. لا مصدقاكي طبعا. يا الواحد تقل قوي النهارده في الاكل، الحمد لله. صدقيني يا منار يا بنتي، لازم تتجنبيه في لحظات غضبه. يا سلام، طب ولحظات غضب انا ايه؟ مش هتعملي حساب للحظات غضبي ولا ايه؟ في حكي في ايه؟ سيبي السماعه دي من ايديكي، كفايه مكالمات. ما يصحش اللي انت بتعمله ده وانا معايا تليفون. هو ايه اللي ما يصحش ومعاكي تليفون؟ هو التليفون ده يعني في مقام والدك؟ مش عايزانا اتكلم قصاد وادي التليفون اهو، ادي السلك بتاع التليفون كده، ما حدش هيتكلم بقى. كفايه مصاريف، كفايه مصاريف بقى. على فكره اللي انت بتعمله ده عيب قوي قوي، لان ما حصلش اي حاجه من اللي انت مصعدها دي. كل الحكايه انا قعدت اتكلمت تلت ساعه، مش حكايه يعني. ايه تلت ساعه؟ تلت ساعه ده على الاقل بجنيه، بجنيه على الاقل. وفيها ايه يعني الجنيه يا عادل؟ الواحد بيتعب عشان يطلع الجنيه ده من بق الكلب. ايه ده؟ بس لو الجنيه طلع من بق الكلب هيطلع مكرمش. مش اشكال مكرمش، بس جنيه. بس على فكره بقى، مش كل الراي العام ضد الجنيه، لان محمد سعد قال الجنيه غلب الكرنيه. طبعا، شوفي انسان واعي فاهم يعني ايه قيمه الجنيه، قال لك الجنيه غلب الكرنيه. طبعا عشان كده احترم الجنيه، فالجنيه احترمه واداله، لان ايه الجنيه بقى ابتدى يحترمه وزود له الايرادات، فايراداته ما شاء الله. شفتي شفتي شفتي؟ طب يعني انا دلوقتي انا مش فاهمه اعمل ايه عشان ارضيك؟ يعني انا دلوقتي عايزه اطمن على صحباتي، اعمل ايه؟ طمني على صاحبتك بالتليفون بجنيه، روحي لها يا اختي، روحي لها واركبي اتوبيس، اتوبيس رايح جاي بنص جنيه، ولو عرفت تزوغي بقى من الكمساري وتقفي على الباب تتشعلقي كده اهو، توفري النص جنيه، نص جنيه على النص جنيه يعملوا جنيه. وعادل بس ده هيبقى مشوار عليا. ايوه يا حبيبتي مشوار عليكي، هتروحي لها تعبانه، هترتاحي عندها شويه، وممكن كمان تعشيكي. ماشي، بس انا لازم اخد حاجه معايا وانا رايحه. خدي ياسمين في ايدك وانت رايحه، اهي تتعشى هي كمان. ياسمين انا قصدي زياره. زياره ايه؟ وانت رايحه تزوري واحده في السجن؟ انت مصاحبه مين يا هانم؟ خلاص خليها هي تيجي بقى تزورني هنا. ايه؟
تجيلك هنا، ما لو جات لك هنا احتمال تتعشى، ده على الاقل الفروض ممكن تشرب شاي وممكن تطلب معلقتين سكر، حرام عليكو، بلاش مصاريف بقى، حرام عليكو. يعني انت عايزني اعمل ايه؟ اقطع مع صديقات الطفوله؟ صاحبي اللي يخسرني ما يبقاش صاحبي، واللي يصعب عليكي في قرك. يا حبيبي دي مش طريقه تحويش، دي طريقه تنتيف الريش. هي دي بقى طريقتي لبناء امبراطوريه عادل سعيد. يا عادل يا حبيبي، الغنى غنى النفس. لا ده في الافلام، الغنى النفس، والحساب حساب البنك. نفسي يا رانيا يبقى عندي الكارت ده اللي ادخله جوه المكنه يطلع لي الفلوس، بدل الكارت اللي هو بتاع التليفون اللي دخله جوه المكنه كل شويه يقول لي فلوسك قلت. ده في ناس بتصل بيهم بلاقيهم مشغلين الانسر ماشيين، يعني تبقى المكالمه اتحسبت عليا وانا ما كلمتهمش مثلا عشان عايز منهم حاجه، كنت هكلمهم بسرعه عايز منهم حاجه. وفروا، حرام عليكم، كفايه تبذير، كفايه. السلام عليكم. ايه يا ابني؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ الحمد لله انا زي الفل اهو. زي الفل ده ايه ده؟ انت هتقع من طولك. اما قوم اسلق لك فرخه. لا فرخه بحالها؟ انتوا جايبين فرخه بحالها؟ يا ماما احنا اتفقنا ان احنا نجيبها على اجزاء يا ماما، حرام عليكم. يعني ايه يا ابني؟ يعني يا ماما مثلا نجيب القوانص لوحديها، نجيب الجناحه لوحديها، الرجلين لوحديها، اجزاء اجزاء اجزاء. يا عادل حرام عليك يا عادل، ما وصلتش كمان للطعام، لقد اوشكت طاقتنا على النفاذ. بصوا يا جماعه لو سمحتوا، انا عندي هدف، انا حوشت الحمد لله دلوقتي 900 جنيه، فاضل 1,000,000 جنيه الا 900 جنيه عشان ابني اول عماره. هتبنيها وتهد نفسك يا بيبي. يا ابني حرام عليك نفسك، حرام عليك، جيب على نفسك شويه وفك الكيس بقى. لا 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 لا، الكيس يا اخوانا لو اتفك مش هيتقفل تاني، انا عارف الاكياس وحركاتها. يو يو يو، خلاص انا مت من الجوع. اسمعي بقى، سيبك منه واطلبي السوبر ماركت عشان يجيب لنا شويه كنز. كنز يعني معلبات؟ هي مصاريفه خلاص، ليه معلبات يا ابني؟ اتبط بقى، اتبط وسيبنا نتهنى على وجبه. انتوا مش فاهمين حاجه، مش فاهمين. ياسمين افتح الباب يا ياسمين. تلاتة حاضر يا بابا، ما كفاية واحدة بس يا ماما، عايزين نوفر. السلام عليكم، سلسلة محلات حلقات شادر الزفارة ترحب بكم، وده الأوردر. أوردر إيه ده؟ تعالى يا راي. تلاتة بياض، 2 موسى، 4 جمبري، تعبان محار، 20 طحينة، وكل ده ب 500 جنيه بس. مين حيوان اللي طلب الطلبات دي؟ أنا اللي طلبت سمك. أنا حيوان؟ طب يعني وبالبيت؟ أنا الشتم رواش، الشتم وبالبيت، بالبيت. بنعاد صغير يا راريس واحد يا راريس. طب ده انا ورا وانا كنت في المغرب، وبعدين كان في واحد ساحر مغربي راح هو شتبني، رحت انا بقى ايه، رحت خلقت الافعى اللي كانت معاه، ورحت خالق سالخ جلدك له، ورحت عملته حزام، حتى الحزام في البنطلون الاسود. ولا يهمك يا بابي، اطلب يا رب ان شاء الله البحر الاحمر كله. بحر احمر ايه؟ هيعمل ايه بالفصور ده كله؟ هتنور الاسترات. اخرس يا كلب يا حيوان، ده الحق عليا ان انا كنت عايز ابر عليكم، ده انا سامع عصافير بطنكم عماله بتزعزع زيو 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 زيو، فكنت عايز ابر عليكم عشان كده يعني رحت انا الراي المثل فاطعم الفم يلا. ما تقول لي يا جدو، هجيب لك راديو اعلقه لك على الاخر يخليك ما تسمعش صوت زقزقت عصافير بطننا دي، لكن تكلفني التكلفه دي كلها. بنت يا سناء يا مقصفت الرقبه. ايوه يا جدو. عايزك بقى تاخدي ايه، وحدتين سمك بولتي كده هو تقلوهم، وبعدين تحط معاهم شويه سلطه، وتحط معاهم كمان شويه لبون عصفر اللي هو العصفر دون، وبعدين تروحي معاهم عيش، معاهم عيش وتطلعوهم لام ميرفا، تطلعوهم لام ميرفا. وانت يا حيوان ايه؟ انزل اجيب لك الساع؟ لا ما تجيبش ساع، عشان الساع ده بيعمل انتفاخ، بينفخ بيعمل كرش وبيعمل بطن، وانا عايز ام ميرفا زي ما هي كده هو مفشوله ويعني يلا. حرام عليك، فلوسي شاع، هضرب يعني هضرب. ايه بقى يا جدو يا حبيبي؟ ده هو يقصد هيضرب الجرس. تضرب مين يا حيوان؟
تضرب بيه درات درات اضرب بكره اجيب الشوكه بتاع السمك الموسى وغزك يا غزك يا نور اسود. انت فاكرني لسه هاكل بيه زي انا؟ طب ده انا وانا في المغرب كانت لما عليا بتاع 14 ساحر وكان معاهم المقشات بتاعتهم اللي هم بتوع الصحراء دول، رحت انا خدت بينهم بقى المقشات ورحت انا ايه نزلت بقى ورحت اديتهم اللي بتوع حي الجيزه راحوا نظفوا الشارع بتاع يلا. يا سلام نظيف قوي يا جدو مقشات. فكرتني بنت يا سناء. ايوه يا جدو. روح يا بنت اشتري لي شامبو العبوه العائليه اللي هو بتاع ضد القشر عشان ما عنديش قشر. ضد القشر يا عم اليوسف اندياي، ما بالمره بقى يجيبوا لك كريم ضد البذره. بتتمسخر بتمسخر على شعر جدك يا نهار اسود. طب ده وانا في المغرب يعني وانا في المغرب كان في ثلاثه كانوا عاملين بيخدموا عليا، واحد كان عشان السكسوكه وواحد كان عشان الجنب ده وواحد كان شيلوه من قدامي هضربه يعني هضربه. ولا انت لازم تتضرب زي زمان يعني هضربك بالحزام بقى. بص انا بكره اضربك بالحزام اللي هو بتاع جلد التعبان ده وانا جايبه اساسا عشان اضرب العيال الصيع. حزام عادل عادل ايه ده؟ دي حاله ضعف تام. انت ايه؟ رمضان خلص من 6 اشهر ومفطرتش ولا ايه؟ قول له يا دكتور قول له ده قافل على اللحمه والبروتين وحالف عليهم بالطلاق ومضيقها علينا. لا البروتين مهم واللحمه بتداوي، انا تلات ارباع الروشتة عندي اساسا مشويات. انتوا جايبين كباب جه يكشف عليا. عامه الروشتة اهي كيلو ريش ربع فخده كباب وتوصى بالسلطه. ايه يا دكتور انت بتكتب روشتة ولا بتعمل اوردر ديليفري؟ سناء الدكتور ادرا. ايوه بس يعني الفاتوره زي كده هتبقى مكلفه قوي، يعني حضرتك ممكن نشيل من الروشتة دي عشان نوفر شويه، ممكن نشيل السلطه. الحمد لله الحمد لله واكلت السمكه حتى رجليها. وبقولك ايه، هي ابو بيرفا اكلت كله يا جد حتى الشوك؟ طب كويس كويس كويس. طب بصي بقى وخدي دول النايب بتوع الدكتور وادهم له، واوعي ابوكي الواد عادل الهفق ياكل اي سمك عشان هو عيان فممكن يعني وخدي بقى بقيه السمك ادي لي القطتين اللي بره، القطه بوسي والقطه ابو سميره. هي فعلا اسمها ابو سميره يا جدو؟ القطه عشان خلفت سميره الاسبوع اللي فات وانا سبيتها سميره عشان البنت اللي انا كنت بحبها ليها رابع حب. لا خامس حب يعني واحده حبيتها يعني اسمها سميره كنت بحبها قوي عشان كده سبيت القط عليها. واتجوزتها بقى يا جدو؟ سميره؟ لا خليت بيها بقى عشان كنت انا واعدها، بس انا يعني ايه ضحكت على يلا. شفتي عادل انت بتبني ابراج في الخيال وبتهدم بيتك في الواقع. انت قديمه قوي. سلام عليكم. عليكم السلام. طب وانا كنت بعمل ده كله عشان مين؟ ما هو عشانكو برضو يعني. بلاش عشانكو، عيشني النهاردة وموتني آخر الشهر. أقوم بس بالسلامة. ألبوم عمرو دياب الجديد يحقق أعلى مبيعات بعد ظهوره بالنيو لوك. أي كلام بيكتبوه خلاص، إيه علاقة النيو لوك بالمبيعات يعني؟ آه صح دولة دولة. هو يعني إيه اللي هو النيو لوك ده؟ نو لوك اسمه نيو لوك. نيو ايه ادي؟ انت مش طالع من اعدادي ياد وكنت عارف انجليزي ياد؟ ما ايوه دول، ما انا طالع من اعدادي بسبب الانجليزي ده. ليه يا ابني؟ ده الانجليزي ده سهل جدا، فيري ايزي. لا يا دول اصل انا الماده الوحيده اللي ما كنتش بفهمها هي الانجليزي دي. ده على اساس ان انت كنت فاهم المواد التانية. عموما نيو لوك مفسره نفسها، نيو يعني ايه؟ نيو يعني شباك. شباك؟ اي هيصه جاي فيها نيو. يلا نيو نيو يعني مثلا جديد. هو نيو يعني جديد، يعني لما بلاقي واحد راجل مثلا لابس حاجه جديده بقول ايه الراجل ده لابس جديد في جديد، يعني لابس نيو في نيو. اه يا دولا صح. ترين وانا بروح اشتري لمبه جديده من عند الكهربائي بقول له لو سمحت عايز لمبه نيو. نيو؟ اه لمبه نيون يعني جديده قوي. يلا لانج يعني. امال الشباك يعني ايه دول؟ انا نسيت. اللي هو الشباك اللي هو دور دور، اللي هو مثلا ما اقول لك اوبن ذا دور يعني اقفل الشباك كده يعني. اه يا دولا عليك يا سلام يا والله يا دولا ده انا من غيرك ما سواش حاجه. وبيا ما تسواش حاجه برضو يا رمزي يعني. طب يا دولا بقى اللي هو اللوك يعني ايه؟ اللوك اللي هو اما باجي اقول لك مثلا بص على حاجه بقول لك لوك 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 لوك. اه لوك 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 اللي هو الكلام الكتير وصداع. لوك كلامي يا غبي اللي هو توك 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 اللي هو الكتير بقى توك 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 اللي هو بيمشي في الشارع ده بيتكلم. اللي بيمشي في الشارع بيتكلم؟ لا يا دولا. طب امال ايه؟ اي كلام جاي فيه وخلاص
ولا انا مش عايز اي توك توك معايا. اطلع على المخزن، عايزك تلوكلوك عليه وعايزك تنضفه وتخليه نيو نيون بيلمع. يلا دول ما انا لسه يلا جو جو. ما دول لسه نو ما نو. طب انا عايز ال طب انا هنا ام يا دولا. طب ان يا دولا لو سمحت. ها خلصت الانجليزي؟ يلا على هناك. ماشي ماشي. حته مرنا استاذ عادل تحت امرك. يا حته انا طالب شاي قبل الراجل ده، انت دي تاني كوبايه بتنزلها له، وبعدين يعني وانا كمان يا دولا ما حدش نزل لي حاجه. انت طلبت حاجه؟ لا استاذ عادل بعد اذنك بقى يعني سيبنا نشوف السبوبه. يا سلام، هو يعني الراجل ده بيدفع فلوس وانا بدفع طوب يعني ولا ايه؟ لا بتدفع بس لما واخذ يعني كل برغوت وعلى قد دمه. الله 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 الله، بقينا برغيك كمان. يا نهار اسوح، فين ايام ما كنت بس ايه تتمنى الرضا نرضى. يا دولا دي قله الاصل على السيف وعلى السكينه بطيخ، ويا ما دقت على الراس كفوف، ويا ما دقت على الافوف كفوف. الله الله الله، انتوا هتلونوا عليا انتوا الاثنين بقى ولا ايه؟ وهنلون عليك ليه وانت سبوره؟ دولا اروح اجيب البشاوره يا دولا. اجيب البشاوره عشان نمسح له بقى بيها ملامح وشه. بس كده يا دولا السبوره هتتمسح ومش هنعرف ندفع. بص بص بقى رمزي، انا يعني ساكت عشان استاذ عادل قاعد، بس انما لو كنت لوحدك كنت وريتك. ايه هتعمل له ايه؟ حته ما تخلينيش اغضب عليك، اقوم اقطعك لمية حته. اه يا دولا والنبي، ونحط بقى كل حته في حته. بس بقى اسيب لي حته. كده كده ماشي. طب انتوا بقى الاثنين زباين كحيتي، واخركم اتنين شاي وما تدفعوش اصلا غير الحساب، وما بتدفعوش بقشيش. يا سلام، اخرنا اتنين شاي ليه؟ احنا امبارح طالبين ثلاثة شاي. اه ثلاثة شاي بعد ما كسرتوا الثانيه، وانا اللي دفعت ثمن الكوبايه اللي اتكسرت. يا حته يا حته لحظه. ايوه باشا، الراجل اللي بيننا بقى ده استاذ عادل بيدفع بقشيش 5 جنيه. ايه يا حته؟ 5 جنيه ليه؟ يعني بيشتغل ايه يعني الراجل ده؟ عنده محل زيك، ولا مؤاخذه يعني كان فقران زيك، بس ربنا بقى كرمه وبقى عنده 5 محلات، وكل ده في سنه واحده. اكيد يعني شغال في الممنوع ولا حاجه. لا بصراحه الراجل ماشي في السليم قوي. في السليم وعمل الفلوس دي في سنه ازاي يعني؟ يعني ظبط نفسه بقى كده، وراح مطور شغله، وراح جايب واحده عملت له حاجه كده اسمها نيولوك، دي بقى اللي ظبطت له كل الشغل. نيولوك؟ طب بقول لك يا حته، يعني انت عارف انت صاحبنا وقد ايه انا بحبك، يعني ما تعرفش تجيب لي التليفون بتاع الست اللي بتعمل النيولوك دي؟ عينيا يا برنس، انت تأمرني بس اشوف شغلي بقى. الله يكرمك. الباشا امرني. اتفضل. اهلا 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 وسهلا حضرتك، معاكي يعني عادل سعيد. اتفضلي. انا اللي بعت لك اللي هو بتاع كلمني. شكرا يعني حضرتك، انا عندي بازار كبير جدا. غير كده حضرتك، انا بكتب شعر. ممكن حضرتك تلاقي مثلا الكلام ده مش مهم بالنسبه اللي احنا عايزين نعمله، بس انا قلت اقوله يعني وخلاص. اهلا وسهلا، انا ناني الورداني ستايلست. ستايلست حضرتك، انا عارف طبعا يعني ان انا خدت نمرتك كمان من حته. حتة ده يعني حضرتك مش اهواجي ولا حاجة؟ لا حتة مكان يعني. بس اللي انت ما تعرفوش ان انا ليا اكتر من طريقة للشغل، هعرفهم لك وانت تختار الطريقة اللي تحبها. اي طريقة حضرتك يعني، انا معاكي. بص حضرتك، انت المسؤولة عن الحكاية دي، تقولي لي اعمل ايه بالظبط، وانا ايدي لمؤاخذة يعني هتبقى على كتفك. احنا مش هنشتغل على الانترفيس الخارجي بس، احنا هنشتغل كمان على الداخلي. انترفيس حضرتك، بصي انا غيرت الديكور بقالي فتره، يعني بقالي مثلا سنه تقريبا مغير الديكور كله. انت اخبار الانجليزي بتاعك ايه؟ الانجليزي لا يعني عارفه ما بستوعبوش قوي يعني. غريبه، انت بتشتغل في السياحه يعني كل شغلك مع الاجانب. لا حضرتك عارفه انا بفضل جدا السياحه الداخليه. شكلك كده هتاخد مني مجهود كتير جدا، بس نو بروبلم. نو بروبلم يعني ما فيش مشكله، دي عارفها يعني. بص حضرتك انا معاك واعملي اللي انت عايزاه، المهم انا اعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، نيو لوك بتاع الشخصيه بيتكون من جزئين. يعني بينزل على حتتين يعني. حتتين؟ حتتين. قشطه معلم، انا كده عرفت سكتك. بص بقى يا سيدي، الزبون يحب دايما اللي ينصب عليه. ينصب عليه ايه؟ لا لعلمك انا عمري ما حبيت حد ينصب عليا وما بسيبش حقي ابدا. لا افهمني، انت دلوقتي لو واقف في البازار بتاعك ولابس قميص ثمنه 1000 جنيه ودخل لك زبون يشتري حاجه ب 2 جنيه، لو انت قلت له 10 هيدفع عشان هيكسف منك. وايه اللي يكسفه يعني الزبون؟ يعني هيشوفك برنس كده يكسف انه يفاصل معاك في جنيه ولا 2. تصدقي صح، هدي فهمتها، برافو عليك.
الحاجة التانية بقى أسلوب حياتك كله لازم يتغير، طريقة كلامك، مشيتك، قعدتك، أنت لازم كل حياتك تتغير، لازم تكيس كل الناس اللي حواليك. أكيس كل الناس بس كده يعني متهيألي الأكياس هتاخد نص الميزانية يعني. مش مشكلة، هي هتجيب لك أكتر من اللي أنت دفعته بكتير. صح برضه، بس في حاجات كتيرة أنا مش عارفها، يعني طريقة الكلام، طريقة اللبس، يعني الإتيكيت وكده يعني. أمال أنا بعمل إيه؟ انت سيب لي نفسك خالص وخليك ورايا وانت مغمض، وانا هخليك زي الكتاب ما بيقول. ماشي، اهم حاجه بقى هنستلم الكتب امتى؟ يا بنتي ركزي ركزي وحلي التمرين ده اهو، وصلي هنا بهنا. يا جماعه بصراحه بصراحه انا حاسه كده ان عادل قلب فجاه بقى أراجوز بعد النيو لوك اللي كله عمله ده. والله هو مطلوب النيو لوك دون، بس يعني هو هي از اوفر يعني مش مفروض يبقى بالشكل ده. الراجل ما يعبوش الا جيبه، وبعدين ابني مخلينا مش عايزين اي حاجه خصوصا الايام دي، الحاجات جايبها بزياده قوي 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 قوي. ايوه بصراحه يا حماتي عادل اتغير جدا، بقى واحد تاني ويهتم بالمناظر والمظاهر اكتر من اللازم، وبقى حاجه كده محبطه بصراحه. انا شخصيا معجبه جدا جدا بالنيو لوك بتاع ابي عادل. انا بحب قوي بابا عشان شكله بقى يضحكني. يا ياسمين ركزي ركزي يا ياسمين، انت بتدوري على اي حاجه تشتتك. خش 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 يا رجاله، خش حطولي الكمبيوتر هنا، ويا ريت تفتح لي اللابتوب عشان اشوف في حد بعت لي ميل ولا حاجه. الموبايلات معاك؟ تمام يا ريس. هتفضل معاك عشان ترد على الناس كلها. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي موجوده. طب كويس قوي، خد يا رجاله خد يا رجاله، يلا شبرقوا نفسكم. خد ادي 100 جنيه ستايل عالي يا ريس. ادي 100 جنيه ماشي يا ريس. 100 جنيه ماشي يا ريس. ناقص عادل ده ناقص محدث نعمه. ها اخبار الغدا ايه؟ عاملين لي غدا ايه النهارده؟ عاملين لك جمبري يا حبيبي. جمبري هايل، انا بحب الجمبري. ياسمين روح اقفل الباب بسرعه. حاضر. بسرعه. خد ياسمين. ايه هتقفل الباب ليه؟ انت مش سامعه ماما بتقول في جمبري؟ ايوه. طيب خلاص، خلي الجيران يعرفوا ان احنا عندنا جمبري وبناكل جمبري. ويا ريت كمان لو في القشر اللي فضل من الجمبري ده ترموه بره على الباب. يعرفوا ايه اذا كان ده نص كيلو جمبري وخمسة كيلو رز؟ يعرفوا ايه؟ ايوه اللي بيشم ما بيوزنش يا حماتي. ناقص ناقص ناقص. المهم الجمبري بعد حتى ما قشرتوه حتى لو نص كيلو طلع قشر ولا ما طلعش قشر؟ طلع قشر. خلاص القشر ده بقى ترموه تبدروه قدام باب السلم عشان كل الناس تعرف ان احنا واكلين جمبري يا اخواننا ستايل. وبعدين ده مش ستايل داخلي بس، ستايل داخلي وخارجي كمان. ايوه بس كده القطط هتتلم عندنا. حتى لو القطط اتلمت القطط هتعرف ان احنا واكلين جمبري، هتقول للكلاب، الكلاب تقول للفيران، يبقى كل الكائنات الحيه عرفوا. بقول لكم عشان كده ده ستايل داخلي وخارجي. نيو لوك داخلي وخارجي وعلى السلم. ها لو سمحت انا مش عايز اعتراض كتير. بس بقى يا عادل ده ما اسموش نيو لوك، ده اسمه قذاره. قذاره قذاره ايه؟ اما الناس يشموا ريحه الجمبري دي مش قذاره. الكلام ده لو بيشموا ريحه بتنجان، بيشموا ريحه فول مدمس، دي تبقى قذاره، دي ما اسمهاش قذاره. ولو انتوا خايفين على الريحه يعني قوي، خدي ياسمين تعالي يا حبيبتي. ازازه البارفان دي حطيها لو سمحتي على قشر الجمبري، وبعدين سيبيها جنب برضو قشر الجمبري. حاضر يا بابا، بس دي مليانه. بصي يا حبيبتي انت مش فاهمه بابا قصده ايه. قصده ان الكلاب والقطط بعد ما ياكلوا الزفاره والقذاره اللي عندنا يتبرفنوا، فينزلوا الشارع الناس تعرف ان هم متبرفنين من عندنا. معقول الكلاب والقطط ينزلوا وسخين؟ برافو عليك يا سناء، ابتديتي تفهميني يا بابا. البدله يا باشا. البدله. تعالى يا مكواجي تعالى. حسابك كام يا ابني؟ 7 جنيه يا باشا. 7 جنيه تهبل ولا ايه؟ انا ادفع 7 جنيه البدله بثمنها 4000 جنيه انت بتستهبل؟ امال كام يا باشا؟ يعني خد ادي 50 جنيه اهي. ده كتير يا باشا. انا ما تقوليش انا بقى اللي كتير، قول للجيران كلها ان انا رحت للاستاذ عادل سعيد واداني 50 جنيه مكوه بدله. حاضر يا باشا. ماشي. حاضر يا باشا، ده كتير والله. حضرتك ستايل ستايل يعني. خلاص تكل على الله. وبص يا ريت كمان تقول للجيران ان احنا النهارده دبحين جمبري والقشر كان مرمي قدام الباب. ها ده كتير يا باشا. ماشي. استنى استنى استنى، يا هات البدله هاتها. مش اتعودت عليها. يا مكواجي. ايوه باشا. خد البدله دي. ايوه باشا. خد هدية عشانك، اتكل على الله. ألف شكر يا باشا. عادل 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 عادل. ستايل ستايل يا جماعة، انتوا ايه مش فاهمين ولا ايه؟ أيوة ندولة. ها قربت من باب البازار ولا لسه؟
دولة. ايوه ايوه يا رمزة، انا خلاص وصلت اهو جوه البازار، بقيت جوه خلاص. اه خلاص انا شفتك بقى دولة خلاص. استنى ما تقفلش يلا التليفون، خلينا نتكلم كده. ليه دولة ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ عايزين نقعد نتكلم في التليفون شويه يا دولة. عايزين نوفر كهرباء يا دولة. يلا كهرباء ايه يلا اللي نوفرها؟ انا عايز فاتوره التليفون دي تجي لي الشهر ده مش اقل من 3000 جنيه. اه طب يا دولة كنت عايزك يعني في طلب كده، وانا كنت عايز عصاية اللي هي فرعونيه. الو 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 الو, ألو. ألو. الشبكه ايه؟ تعالى كده، تعالى الناحيه دي كده. الو الو ايوه 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 الو ايوه ايوه دولة. كنت بتقول عايز ايه؟ كنت عايز منك يعني طلب كده، وانا عايز عصايه اللي هي الفرعونيه كده، علشان وانا بروح اجيب لك طلبات من الشارع العيال بقى بيشوفوني باللبس ده وانا بقى بيقعدوا يضربوني يا دولة. يعني وانا لما اجيب لك يعني العصايه دي هيمسكوا العصايه هيضربوك بيها يا غبي؟ لا يا دولة، ما انا هحطها بقى اعلقها كده على صدر بجنزير. ما الجنزير ده هيربطوك في اي عمود يد ويقعدوا يضربوك بالعصايه برده يا اهبل. يا دولة انت مش عارف يا عم ان انا كنت بلعب كونغ فول. كونغ فول؟ ما انت بقى يا زكي لو كنت كملت وخليتها كونغ فول وطعميه كان زمان بقى عندك مطعم دلوقتي مكسر الدنيا. اه يا دولة. الو الو سامع؟ الو اه يا دولة. اه ما تفكرنيش يا عم، كنت زماني متنغنغ دلوقتي. اه الحمد لله انك انت مش متنغنغ. يلا بقى اقفل عشان طولنا كده. ماشي يا دولة، مع السلامه. عايز ابقى اشوفك بقى. الو 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 الو، ده الشبكه زباله. التليفونات اللي معاكوا ما رنتش ليه لغايه دلوقتي يا فنديه؟ وانا اعمل ايه بس حضرتك؟ تعمل ايه ايه؟ شوفوا شغلكوا، اتصرفوا يا سيدي. امال انتوا شغالين معايا ايه؟ وبعدين لو سمحت انا عايز اسمع مزيكا من اللابتوب ده. الحمد لله. ايه ده؟ انت نزلت الترابيزه ليه لو سمحت؟ عشان اشغل اللابتوب. شغل اللابتوب وطلعها تاني فوق بعد اذنك، انا عايز كل الناس تشوف ان انا عندي لابتوب محطوط على ترابيزه ولا رمزي. نعم يا دول. انا عايزك تفضل زي ما انت باللبس الفرعوني ده، والعيال مش اشكال لما يزفوك يلا، لان لما الناس يشوفوا العيال بيجروا ورا واحد لابس فرعوني يقولوا مين ده، يعرفوا ان ده الواد العبيط اللي شغال عندي في البازار. اه يعني انا بمثانه مدير دعامه واعلانات يعني. بمثانه؟ ايوه بمثانه المدير بتاع الدعامه والاعلانات. منك لله بتقول كلام غريب. الو يا معلم تيتي، ها تقابلني في البازار؟ انا ما بقابلش حد في البازار يا معلم، اللي عايز يقابلني يقابلني في الكافيه، هو ده اللوك الجديد. امال ايه؟ وبالمره يبقى كافيه عمل. ايه الاكل ده كله عادي؟ انا كده بطني هتفرقع. يا عم ما تفرقع، ايه المشكلة؟ انت عايز يعني تخلي شكلنا وحش قدام المعلم مسخوط اللي هيورد لنا التماثيل؟ لازم يعرف ان احنا اللوك بتاعنا صح. ما كده هيطمع فينا ويفكر ان قرشنا بيطلع بالساهل، ولا غلط؟ لا غلط طبعا. انت بتتكلم ليه؟ سيبنا انا اللي اتكلم معاه. هو انت اللي عامل النيو لوك ولا انا اللي عامل النيو لوك؟ اذ ربما بس يعني ما بسش ولا حاجة. انا بقول لك اهو، يعني انت اللي هتبقى المتحدث الرسمي؟ ايوه انا اللي هبقى المتكلم الرسمي لكل الناس بتوع البازارات. مساء الفل يا رجاله. اهلا اهلا، ازيك يا معلم مسخوط؟ اهلا وسهلا منور. تشرب ايه؟ ايه اللي يشرب ايه؟ تاكل ايه يا معلم مسخوط؟ لا 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 لا، لسه دابب عكاوي. خلاص تحب الف لك مثلا سمكتين بوري تاخدهم معاك في ورقه تاكل العيال في البيت؟ مفيش داعي، نخش في الموضوع. طلباتكوا ايه؟ لا عدم المؤاخذه يعني الكلام هيبقى معايا انا، لان انا المتحدث الرسمي باسم كل اصحاب البازارات. يعني انت مش شايف نيو لوك ولا ايه؟ ماشي، بس طلبيه زي اللي مطلوبه دي تمنها ما يقلش عن 70000 جنيه. ايه 70000 جنيه؟ احنا جايين نشتري ترمس ولا ايه؟ لو سمحت يعني راعي المنظر وراعي النيو لوك اللي انا عامله ده. طيب يا سيدي ما تزعلش. طب انا عندي طلبيه بس ما بتطلعش الا الغالي، تمنها 100000 جنيه. 100000 جنيه؟ انت كده بتشتمني يا عم. يشتمني انا بس خلص. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتتكلم ليه بالاولد لوك اللي انت عامله ده؟ هو انت اللي عامل نيو لوك ولا انا؟ لو سمحت ما تتكلمش. راعي منظري. منظرك ايه ده اصلا منظر؟ وبعدين اتفضل، عندك طلبية تانية غير المومية دي؟ بمية وخمسين ألف جنيه. مية وخمسين ألف؟ ممكن دي تبقى طلبية كويسة. خلاص جايين في المية وخمسين ألف دي. جايين في المية وخمسين ألف؟ طب أنا برا البيعة دي. سلام عليكم. بقى كده تيتي وبتسرق الفراخ وانت ماشي ماشي ماشي. عموما الطلبية دي أنا أخدها لوحدي بس على شرط. إيه؟ تعلن لكل أصحاب البازارات في المنطقة إن المعلم عادل سعيد خد طلبية بمية وخمسين ألف جنيه. بس كده؟
وبعدين يا رمزي فات شهرين من ساعة النيو زفت اللي أنا عامله ده ولغاية دلوقتي مفيش أي حاجة حصلت، وأنا صرفت كل فلوسي على النيو لوك وعلى النيو من اللي حواليا دول. أمال أنا يا دول أقول إيه يا دول؟ ده أنا جسمي كله بقى فقاقيع من كتر الطوب اللي العيال الزغنططة بتزقلني بيه. تزقلني بيه؟ أنت قديم قوي يالا. إيه الكلمة القديمة دي؟ ما اسمعش تزقلني يالا، خليك مع النيو لوك يالا. أمال أقول إيه يعني؟ يعني تقول الطوب اللي العيال بتشقلطني بيه. اللي بتشقلطني بيه هي وراسي يا دولة بقى. اتنين شاي بتوع زمان. ياه رجعنا تاني للشاي بتاع زمان. الحمد لله يا دولة ان احنا لقيناهم اسرى. مالك بتبصلي ليه كده حتة؟ يلا امشي بقى غور من وش عشان انا مخنوق منك من الصبح. انت لسه زعلان مني يا رمزي؟ ايوه زعلان يا حتة عشان بتشوف العيال الصغنططة بتضربني وما بتحش عني. حقك عليا يا رمزي. يا دولة بقى. ايه ده؟ ايه دول؟ معقولة؟ معقولة؟ اهلا وسهلا مع حضرتك عادل سعيد زميلك في نيو لوك. زميلي؟ ايوه حضرتك، انا الدفعة اللي بعديك على طول عند ميس ناني الورداني. وانت بقى اللي بعدت حتة عشان خاطر ياخد النمرة؟ صدق ما عرفتكش. لا ما حضرتك انت عارف النيو لوك ده اتجاهات، انا عامل شكل جديد واتجاه جديد في النيو لوك يعني. وعامل ايه في النيو لوك؟ والله بعك 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 حضرتك. انا عايز اسالك سؤال مهم جدا حضرتك، يعني ازاي تفوقت يعني مع النيو لوك اللي انت عامله ده يعني؟ ناني دي كانت دفعتي وانطردت من الرابطه. دفعتك وانطردت كمان؟ طب ما دام انطردت بتديني رقمها ليه؟ وانت عايزني اديك مفتاح سر نجاحي؟ يا عم هو سر الارض، انت كده لبستني في الحيطه يا باشمهندس. لبستك، واتمنى بقى ان الحيطه تكون طلعت على مقاسك. وانت كمان. ماشي يا رمزي ماشي. طب يا رجاله انا متشكر يعني لمجهودك، والله يعني تعبتكم معايا الفتره اللي فاتت. طب والقبض بتاعنا؟ القبض بتاعكو القبض بتاعكو مع الواد رمزي خدوه منه. لا كده مش ستايل كده يا دوله. يلا في ايه يلا؟ انت مش خلاص خلصت من موضوع النيو لوك ده؟ العيال بيضربوك تاني ولا ايه؟ ايوه دول عمالين يضربونا دول، وانا مش عايز بقى، تقريبا اتعودوا على كده، انا مش عايز احرجهم. يا سلام يا رمزي، طول عمرك قلبك حنين. هاي، ايه ده؟ اولا فين النيو لوك بتاعي؟ وثانيا فين بقيه حسابي؟ الحساب يوم الحساب يا قطه. ايه ده؟ انت هتنصب ولا ايه؟ بصي حضرتك انا خلاص جبت اصلك وفصلك. اول حاجه حضرتك اسمك نعيمه ابو ورده. تاني حاجه حضرتك ساكنه في حاره البوشي المتفرع من ترعه ناهيه بجوار مدافن الصدقه. لا بقول لك ايه، العنوان ده غلط. اولا هي مش مدافن صدقه، دي مدافن زكاه. يا سلام، اهو صدقه زكاه كله بثوابه. لكن بقى حضرتك انا مش مسامحك حتى لو زكيتي على كل الميتين جيرانك. بقول لك ايه، انت ما تعرفنيش، مبروم على مبروم ما يلفش يا اخويا. حسابي هاخده يعني هاخده، ده انا نعيمه ابو ورده. يا استاذه نعيمه حرام عليكي حرام عليكي، ده انت خلاص كنت ضيعتي مستقبلي، ده العيال الزغنططين كانوا خلاص هيهزقوني. كانوا لسه هيهزقوك؟ امال اللي في وشك ده ايه؟ نيو لوك؟